السلام عليكم شباب وبنات، وياكم محمد عيسى من سنة أولى الجامعة التكنولوجية. هذا سي بلس بلس، خاص بكل الأقسام، كانت هندسية أو تقنية. بالنسبة لسي بلس بلس، هاي السي بلس بلس يعني الكورس الثاني مال الجامعة التكنولوجية. بي نتكلم بالبداية عن الفانكشنز. الفانكشن ستيتمنتس يعني الفانكشن هي الدالة، أي صناعة الدوال. فالفانكشن is a set of statement، مجموعة من الستيتمنات، كل سطر برمجي يعني يوضع بداخل فد مكان عند منادات اسم الدالة، يعني تنصح الدالة وتتنفذ كل الستيتمنات اللي بداخلها. بكل بساطة الفائدة من عنده easy to write a correct small functions، يعني شنو طريقة سهلة لتقسيم الكود. يعني إذا كان عندك كود مثلا لنفرض 1000 سطر برمجي، غير المفروض تقسمه حسب أداء المهام. فهنا يجي دور functions، إنه نسوي مثلا هذا لصناعة، يعني مثلا هذا لاستخراج العمر، هذا لاستخراج الاسم إلى آخره، هذا للبحث بداخل البرنامج. easy to read، سهل القراءة يعني الاستنتاج. من يكون عندك برنامج كبير لازم تعرف انه كل مجموعة من الاكواد ايش تشتغل، فهنا يجي اسم الدالة. فهسه definition للfunctions. a function definition has a name و parameter و body. هاي بالنسبة للdefine. خلينا نجي نشوف شكل الدالة. هذا شكل الدالة بالبداية، مو المفروض انه تفهم، بس اعرف بصورة عامة، بعدين تترابط عندك المعلومات. تمام، هنا return type، شايفين ال void main. خلينا نشغل الكود بلاكس ونشوفه. هاي المين، من تكتب هنا void main، void هاي قيمة الارجاع، هذا اسم الدالة، هذا الباراميتر مال الدالة، وهذا جسم الدالة. فالدالة هي مجموعة من الأسطر بداخل تسمية معينة. تمام، فهسه هنا قايل لك انه هذا return type، يعني شنو الارجاع من هاي الدالة. فمن هسه نقول void main، يعني اتجنب لي، لا ترجع لي منها اي شيء من هاي الدالة. من نقول integer main، يعني رجع لي قيمة مال الدالة. ولذلك من تسوون هنا تلقون الدالة نوعيتها integer، وتسوي return تسوي return للصفر، ومن تشغلونه تشوفونه انه رجع بالنهاية processed returned، رجعت لنا قيمة هاي الدالة اللي هي الصفر. تمام، بس من نكتب void نمسح الريتيرن، يعني بمعنى لا ترجع لي اي شيء من هذا. عفوا، هو بالمناسبة المفروض يقبلها، ما ادري ليش ما قبلها. على العموم هاي نوعية الارجاع هنا تكون، واسم الدالة وجسم الدالة. يعني بعد شوية اضرب لكم مثال بالدالة على مود تفتهموها. فهسه شلون الدالة تعرف؟ الدالة تعرف قبل المين، على مود تكون يعني definition already defined، النوبة تجي للدالة. فهسه هنا هو شو مسوي؟ مثال رقم واحد، void print message، بداخل جسمها مسوي see out لل university of technology. خلينا نجي نسوي دالة صغيرة هنا، نوعيتها void print message، هذا الباراميتر، هذا جسم الدالة. اوكي، هنا نسوي see out hello. اوكي، هسه هاي الدالة اذا صحتها هنا، اوكي، واخلي سيمي كولوم، من اشغل التطبيق ايش راح يصير بالتطبيق؟ طبع لي هلو، على العلم هي مو هنا،
هو سوى هسه صح هاي الدالة، اجى طب عليها على الدالة، لقاها انه ما بيها باراميترات وبداخلها ستيتمنت واحد، فطبع لنا هلو. اوكي، فهسه الحد اللي جاي هاي الدالة، مجرد فد مكان نخلي بيه الاكواد بدل ما كنا نحط قبل السي اوت هنا مباشرة وتطبع لنا، لا خليناها هنا وصحناها بداخل المين طبعت لنا. زين، هسه عندنا البارامترز، خلي نشوف شلون التسلسل مال المعلومات اللي جاي هنا. اوكي، هنا ماكس شوفوا البارامتر وفائدته، عندنا انت اي وانت بي، ويجيب لنا اوكي خلي نسوي دالة، الدالة هاي شغلها تجمع لنا اللي بداخلها، يعني راح ترجع لنا رقم. اوكي، فهاي راح تكون نوعيتها انتجر، بالباراميتر انتجر اي انتجر بي. اوكي، هنا اقول له انت سي يساوي اي زائد بي، اغير اسم الدالة اسميها سام، يعني على اساس انه هي جمع. تمام، وهنا انا امرر لها بالرقم الاول اثنين والرقم الثاني يقولوا من خمسة، يعني المفروض انه ترجع لنا قيمة 7، بس بدل ما اخليها هيجي شوف المسألة هسه هي ايش راح ترجع لي؟ راح ترجع لي قيمة رقمية، اي بمعنى انه هي عبارة عن رقم، فاقول له ريتيرن، رجع لي ريتيرن سي سيمي كولوم. هسه هنا هاي الدالة كلها راح تعتبر سي اللي هو عبارة عن انتجر، فكأنما أنا جاي أمرر هنا انتجر واحد، بس شنو هسه خليه خلينا مثلا انت اكس يساوي السم هي نفسها واطبع الاكس على مود شوية يكون اكو في التوضيح. شوفوا هسه اول اش خليه اطبعها شو اقول سي اوت، سي اوت لل سام. تمام، ومرر 1 زائدا 2 سيمي كولوم. جدا شغلة، 1 زائد 2 يساوي 3. شوفوا احنا صحنا فانكشن اسمها سام، اجمع لي العدد الاول والعدد الثاني اطبع لنا اياها. اوكي، فسوى هسه هنا اجى سوى سي اوت، بداخل السي اوت لقى فانكشن، الفانكشن بيها باراميتر، البارامتر يستقبل ارقام، هذا الرقم الاول هذا الرقم الثاني، الرقم واحد هو راح يكون الاي هنا، والرقم اثنين راح يكون بي. اوكي، هنا اكو متغير اسمه سي، السي هو عبارة عن اي زائد ام بي اللي هو هذا زائد هذا، انه براجعه، فهاي الفانكشن باكملها صارت عبارة عن عملية زيادة الاي زائد البي، ورجعت لنا على شكل قيمة اللي هي السي بداخل هذا. هذا اعتبر متغير واحد هنا بس، يعني شلون كأنما رجع، هو رجع لنا قيمة واحدة اللي هي قيمة السي. فهاي الريتيرن، هاي الريتيرن يعني هسه هو نوعيته شنو؟ هو انتجر، راح يرجع لي رقم وانتجر، بس منين راح يرجع لي الرقم والانتجر؟ من هاي العملية. فالريتيرن بمعنى قيمة الارجاع الكلي للدالة، يعني بالنهاية ايش راح يكون بالدالة. اوكي، فهاي فد شرح مبسط عن الفانكشنز اللي هي راح ناخذها بالبداية.